السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على قطاع غزة. نناقش في هذا اليوم طبعا تطورات المشهد على المستوى العسكري والأمني والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع دخول اليوم 101 للحرب هناك. أيضا سنناقش لماذا جيش الاحتلال يستمر في حربه وقصفه خاصة في جنوب القطاع ووسط القطاع، ما الهدف من تكثيف هذه الحملات المسعورة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا سنناقش خروج تظاهرات كبيرة جدا خاصة في واشنطن ولندن، ولا سيما أن هاتين المدينتين وهاتين العاصمتين بخلفيتهما السياسية هما داعمان حقيقيان للجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من اسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، وعبر سكايب من اسطنبول الباحث في مركز أبعاد للدراسات إياد جبر، وستلتحق عبر الهاتف بعد دقائق من جنين الصحفية الفلسطينية ليلى حمارشة. مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله. إذا المشاهدين الكرام، نناقش في هذه التغطية تطورات المشهد السياسي والعسكري والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نبدأ بضيوفنا وأبدأ بالأستاذ صلاح الدين العواودة. أستاذ صلاح الدين، مرحبا بكم. يعني مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومه 101، ولكن جيش الاحتلال يستمر في تكثيف قصفه خاصة في وسط وجنوب القطاع، ما الهدف من تكثيف الاحتلال القصف خاصة على تلك المحاور أستاذ صلاح الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. الاحتلال يعبر عن إحباطه أولا لأنه لم يحقق شيء حتى اللحظة في هذه الحرب، يعني كل الأهداف التي تحدث عنها لم يتم تحقيق شيء منها، لذلك هو يجد نفسه متورط من الناحية العسكرية، من الناحية الاستراتيجية هو متورط لأنه وضع أهداف ولم يستطع تحقيقها حتى الآن. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الاحتلال يعاني أزمة قيادة الآن، لا يملك قيادة تخرجه من مأزق غزة. القيادة السياسية متهمة بالفشل وتنتظرها محاكمة فور انتهاء الحرب، ومستقبلها السياسي انتهى، لذلك هي مستمرة في هذه الحرب مهما كلف الثمن، لأنه هو الخيار الأفضل بالنسبة لها. البديل هو انتهاء الحرب والذهاب إلى السجن، هذا بالنسبة لنتنياهو على الأقل، وكل وزراءه طبعا، كل حزبه وكل تحالفه يتحمل مسؤولية الحرب. من بيده السلطة لكي يذهب نتنياهو إلى السجن أستاذ صلاح الدين؟ نعم، من بيده السلطة كي يسوق بنيامين نتنياهو إلى السجن؟ فور انتهاء الحرب وإجراء انتخابات جديدة هو مجبر أولاً أنه يستقيل، مجرد انتهاء الحرب مجبر على الاستقالة، سيكون هناك مظاهرات، إذا كانت مظاهرات المئات الآلاف تطالب بالاستقالة بسبب محاولة الانقلاب على القضاء الآن بسبب الفشل في الحرب. لديه معارضة أكبر بكثير، يعني معارضة من الجدار إلى الجدار كما يسمونها بالعبرية. سيضطر للاستقالة، وإذا لم يستقل هذه ستكون يعني وقود للحرب الأهلية مجددا، وبالتالي نهايته السياسية مع نهاية هذه الحرب. عندما تنتهي الحرب هو سيدخل في محاكمة بسبب الحرب، ولديه ملفات قضائية تذهب به إلى السجن أساسا قبل هذه الحرب، لذلك هو يعني يخشى هذا المصير الأسود، وهو كان يحاول عمل انقلاب قضائي أساسا لتغيير كل مؤسسات الدولة بحيث يبقى خارج السجن. جاءت هذه الحرب كالمطر في اليوم الصحو، يعني في اليوم المشمس، ولم يتوقع أن يحدث هذا، وبالتالي
مصيره أسود ومرتبط بقاؤه الآن باستمرار هذه الحرب وبتحقيق مكسب عسكري يستطيع أن يسوقه للناخبين بعد انتهاء الحرب بحجة أنه حقق انتصارا وبالتالي يستحق أن يعاد انتخابه. هذه نقطة. النقطة الثانية أن قيادة الجيش المهزومة في 7 أكتوبر المسؤولة عن الفشل بشكل أولي وبشكل مباشر أيضا بالنسبة لها لا تملك قرارا، لا تملك إلا الاستمرار في الحرب، يعني لأنها لا تملك أن تقول أن هذه الحرب تضر بنا، يعني حتى لو كانت مقتنعة بأن هذه الحرب مضرة ولا يمكن لا طائل فيها لا تملك لأنها مكسورة العين، يعني ضعيفة أمام نتنياهو وهو يشهر بها ويهاجمها من الحين والآخر ويشهر بها أمام الجمهور. لذلك لا تملك قيادة الجيش أن تقول هذه حرب فاشلة، هذه حرب عبثية، هذه حرب استنزاف طويلة سترهقنا وستودي بنا، خصوصا أنها قبل هذه الحرب كانت تقدم تقارير لنتنياهو بناء عليها يتصرف، وهذه التقارير الآن في نظر الجمهور الصهيوني هي المسؤولة عن عما حصل في 7 أكتوبر وعما يحصل حتى هذه اللحظة. لذلك مكسورة عين الجيش ولا يستطيع أن يطالب بوقف الحرب مهما كان الثمن ومهما كان الوضع، وبالتالي الكيان كله في أزمة. وأزمة المحكمة الدولية دخلت إضافة جديدة، العلاقات مع العالم والعلاقات مع الإقليم أيضا تعبير عن الأزمة، وبالنهاية وكأن هناك أقدار تسوق هذا الكيان نحو الكارثة. نعم أستاذ إياد، في ضوء ما تحدث به الأستاذ صلاح الدين، ولكن دعني أتوقف عند يعني ما هو مفهوم الانتصار بالنسبة لجيش الاحتلال وحكومة نتنياهو، خاصة إذا ما علمنا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن خيبات أمل بالنسبة للعمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة. نعم، مساء الخير عليكم وعلى جميع السادة المشاهدين وضيوفك الكرام. أعتقد أن تصريحات جالت قبل أيام قليلة تحدث بشكل واضح، قال إذا لم ننتصر أو إذا لم نحقق الانتصار في قطاع غزة لا نستطيع العيش في الشرق الأوسط. لذلك وضع الاحتلال الصهيوني منذ بداية 7 أكتوبر مجموعة من الأهداف، هذه الأهداف حتى هذه اللحظة لم تتحقق، وهذا ما انعكس على العلاقة داخل مجلس الحرب. لاحظنا أمس كان هنالك يعني تسريبات نشرت عن يدعوت الصحيفة الصهيونية قالت فيها أن جادي إيزنكوت أحد أعضاء مجلس الحرب والرجل ربما الأقل تطرفا في داخل المجلس، هذه التصريحات تتفق بشكل كبير مع جانس المعارض لنتنياهو داخل المجلس والذي كاد أن يستقيل خلال الأيام القليلة أو الأسابيع الماضية. قال إيزنكوت بشكل واضح أن علينا أن نعقد صفقة مع المقاومة في قطاع غزة وأننا نكذب على أنفسنا وأن المقاومة لابد من عقد صفقة معها لأننا لم نحقق حتى هذه اللحظة أي إنجاز. يعني هذا التوسع في الخلافات الداخلية التي يطرأ على مجلس الحرب يؤكد على حال الفشل الذي يواجهه نتنياهو منذ 7 أكتوبر. نتنياهو كنت قد أشرت في سؤالك الأول في هذا اللقاء إلى لماذا ركز على المنطقة الوسطى والجنوبية بعد استعمار قطاع غزة، هذا يدلل على الفشل لأن الجيش الصهيوني حتى هذه اللحظة لم يحقق ذات الإنجاز أو الانتصار الحقيقي. لهذا ظهر الخلاف داخل المجلس. إيزنكوت هنا يتخوف على مستقبل الجيش الاحتلال أكثر من تخوفه على مستقبل نتنياهو. نتنياهو لا يفكر بمستقبل الدولة ومستقبل الكيان الصهيوني بقدر ما يفكر في الظروف والمستقبل القريب الذي يواجهه، وبالتالي هو يسعى لاستمرار الحرب أملا في تحقيق أي انتصار على حساب المقاومة، بينما إيزنكوت يدرك تماما أن فشل، وكذلك الحال بالنسبة لجانس يدركون تماما أن الفشل في شمال قطاع غزة هو من دفع إلى التركيز على جنوب ووسط قطاع غزة، وهم يخشون، والخشية هنا تكمن في أن أي إذا ما تكرر الفشل الذي تحقق في الشمال أو في مدينة غزة ومدن وأحياءها الشرقية والشمالية سوف يؤثر على
الجيش على البنية الذي قامت عليه أساسا الكيان الصهيوني. معروف أن الدول تقوم على المجتمعات، ثم هذه المجتمعات هي من تشكل جيوشها، بينما الحال في الكيان الصهيوني مختلف. هنالك عصابات صهيونية مسلحة هي من أنشأت الدولة ومن أنشأت الكيان. فبالتالي نشأة الجيش في الكيان الصهيوني بدأت نشأة قبل نشأة الدولة أو الكيان، أو هي أو الدولة الذي أنشأها الجيش هو الكيان الصهيوني. فبالتالي إذا هذا الجيش فقد أهميته، فقد يعني فقد رؤية المجتمع، اختلفت رؤية المجتمع وبدأت تنظر إليه بنظرة طيب أستاذ مختلفة، خاصة وأن موضوع الكيان أساسا يقوم على الاستيطان، والاستيطان هنا يحتمي بالجيش ويحتمي بالقوة ويحتمي بالأمن، كل هذا مفقود. فبالتالي هنا يخشى أيزنكوت وغانتس على مستقبل الكيان وتتطور وسائل المعارضة داخل المجلس وتتضح بشكل أكبر مع مرور الوقت. أستاذ صلاح الدين، في خبر وردنا قبل قليل من وسائل إعلام تابعة للاحتلال يفيد بمقتل امرأة وإصابة 4 بجروح خطيرة و9 بجروح متوسطة في عملية دهس وطعن في منطقة رعنانة شمال تل أبيب. المقاومة يعني قد قاومت بشكل ربما يعني يلفت الأنظار، ونحن كعرب وكمسلمين يعني كنا قد تابعنا ما أحدثته فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وأيضا في الضفة، ولكن عمليات المقاومة تعدت ذلك حيث وصلت إلى قلب تل أبيب. ما دلالة هذه العملية على المستوى العسكري والمعنوي بالنسبة لجيش الاحتلال؟ طبعا بالنسبة لجيش الاحتلال في الأيام الأخيرة وبعد عدد من العمليات في جوش عطسيون وفي الخليل في مستوطنة أدورة وفي منطقة بنيامين كما يسمونها الاحتلال، منطقة شمال شرق القدس ورام الله، واضح جدا من المعطيات الرقمية ومن أن هناك منحنى تصاعدي في العمليات كما ونوعا في الضفة الغربية. ومعروف أن الاحتلال منذ 7 أكتوبر شن يعني هجوم واسع جدا على الضفة الغربية، اعتقال وتقطيع أوصال وإغلاقات لمنع هبة شعبية، لمنع انتفاضة، لمنع اندلاع جبهة أخرى في الضفة الغربية. نعم. ولكن هذه الإجراءات وحتى وفق خبراء إسرائيليين كانوا لا ينصحون بها ويحذرون منها، هذه الإجراءات نفسها تؤدي إلى ردة فعل، إضافة إلى أن الحال الموجود في قطاع غزة هو دافع كافي لتفجير الأوضاع، فضلا عن أن الأوضاع في الضفة الغربية من استيطان وتهويد أساسا واعتداءات قبل 7 أكتوبر هي أساسا أساس العنف وأساس تفجير 7 أكتوبر. لذلك الوضع في الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال كان متوقعا، وهو الآن يفاجئ الاحتلال ربما في حجمه رغم كل الضغوط التي يقوم بها الاحتلال والإجراءات التي قام بها. يعني حجم العمليات بغض النظر عن النتائج، يعني صحيح أن نتائج العمليات ربما ليست كبيرة رغم الأرقام التي تحدث عنها، يعني في عملية اليوم يعني فدائيين بدهس وطعن وما إلى ذلك، وقبل ذلك بمسلحين بأسلحة ودخلوا المستوطنة وهناك جريح واحد فقط. يعني عمليا من ناحية الاحتلال وبالأرقام الإصابات ليست كبيرة، لكن مكان العملية، عدد المنفذين، الدافعية، شكل الأداء الهجوم، هذا بالنسبة للاحتلال مؤشر خطير جدا. المكان الذي خرج منه المنفذون، يعني قبل 2 أو 3 أيام كان المنفذان في عملية أدورة من إذنة غرب الخليل، اليوم من بين نعيم شرق الخليل. هذه القرى، لو أنا ابن محافظة الخليل، لو إذا تحدثت عن محافظة الخليل وقبل ذلك شباب الكواسمي وقفيشي الذين نفذوا العملية على مشارف القدس، وبالإضافة إلى عمليات ومحاولات عمليات أخرى في خلال الأشهر الأخيرة، خلال هذه مؤشرات على أن الضفة الغربية كلها تغلي. يعني المسألة ليست في بؤر التوتر الموجودة في الضفة الغربية أصلا، مثل
قصبة نابلس ومخيم جنين ومخيم طول كرم. نعم. الآن العمليات في القرى في خارج المدن في مناطق يعني لا لم يكن الاحتلال يتوقع أنها تلحق بالهبة في هذه المرحلة وبهذا الشكل من العمليات. الوضع أشبه بكثير في ذروة الانتفاضة الأولى، وعمليا الواقع الفلسطيني يعود إلى هذه المرحلة وهي مرحلة الانتفاضة الأولى من عدة جوانب. أولا أن أوسلو سقط، يعني التغيرات التي أجراها أوسلو بعد الانتفاضة الأولى كلها تقريبا تغيرت. الاحتلال عاد إلى سياساته القمعية والمواجهة مع الشعب مباشرة بدون أي دور يذكر للسلطة الفلسطينية، بدون عملية تسوية، بدون لقاءات سلام، بدون تطبيع، بدون السلطة الفلسطينية موجودة لكن كالموجود في المتحف لا فعل لها. يعني لا تستطيع الآن أن تدخل في مواجهة مع الشعب الفلسطيني للاعتقال والمنع وهي أساساً محاصرة ومقموعة، حتى ميزانياتها مجمدة من قبل سلطة الاحتلال. المدارس معطلة مثل ما كان في الانتفاضة الأولى تماماً وهي معطلة أساساً. نعم. احتجاجاً يعني من طرف السلطة إن أحسننا النية، احتجاجاً على ما يجري في قطاع غزة معطلة المدارس والجامعات، ومناحة الاحتلال حتى لا تكون بؤر توتر واشتباك مع الاحتلال. العمال موقوفون عن العمل بشكل كامل، وبالتالي بيئة انفجار وهي بيئة الانتفاضة الأولى، تعطيل كامل، إضراب شامل، هذا الواقع الموجود في الضفة الغربية. لذلك الوضع الطبيعي هناك نتيجة إجراءات الاحتلال وليس فقط منذ 7 أكتوبر أن تنفجر الأمور. نعم أستاذ إياد، عمليات القصف المكثف على وسط وجنوب قطاع غزة، كذلك تشهد الضفة الغربية عمليات أيضا نوعية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية من جراء دخول الاحتلال الإسرائيلي على البيوت في الضفة الغربية واعتقالات تجري على قدم وساق هناك. هذا يعطينا مفهوم نحن أمام خطة لا تزال تنفذ من قبل الاحتلال، وهذه الخطة لم تتراجع بفعل الضغوط الدولية والمحاكمات القانونية، كل ذلك لم تغير من واقع الاحتلال في شيء أستاذ إياد. نعم، الاحتلال منذ بداية 7 أكتوبر حاول جاهدا من خلال التنسيق الأمني أن يستبعد الضفة الغربية كساحة مواجهة، خاصة وأنه الضفة الغربية والداخل في سيف القدس، معركة سيف القدس في عام 2021، وخصوصا الداخل كان قد يعني كان هنالك تحرك فلسطيني شبه كامل. الاحتلال كان يتخوف من هذه الخطوة أن تحدث في الضفة الغربية، خاصة وأنه هنالك تماس مباشر بين مدن الضفة الغربية وقراها مع مستوطنات الاحتلال، وبالتالي أي تصعيد في الضفة الغربية سوف يكون له تأثير كبير على الاحتلال. لذلك حاول الاحتلال خلال السنوات الماضية على تدجين سكان الضفة الغربية، وهذا ما فشل فيه وابعادهم عن قضيتهم، إضافة إلى ربط دور السلطة الفلسطينية السياسي بالبعد الأمني، بمعنى مسح كافة أدوارها السياسية واقتصار دورها فقط على الدور الأمني المساعد للاحتلال الصهيوني في ضبط الأمن، وبالتالي استمرار التأويل والاستيطان وضم الضفة الغربية. لكن هذه المحاولات كلها، ورغم يعني لاحظنا خلال بداية 7 أكتوبر أن هنالك عمليات استباقية يلجأ إليها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي، في كل ليلة تذهب الآليات الاحتلال إلى جنين وإلى نابلس وأحيانا إلى الخليل ومناطق مختلفة، وذلك بهدف منع أي صورة للمقاومة تظهر من هذه المناطق. واعتقد الاحتلال خلال الأسابيع الماضية أنه نجح في ذلك، لكن الشعب الفلسطيني يتحرك في كل مكان. الإبادة الجماعية التي تجري في قطاع غزة من شأنها أن تحرك الفلسطيني مهما كان في أي مكان، سواء فلسطيني وإن شاء الله يكون العرب والمسلم. نعم. لذلك هذا الفشل واضح، له دلالات كبيرة على الفشل الأمني من ناحية أخرى، له دلالات على الفشل السياسي، خاصة وأنه ما بعد 7 أكتوبر لن يكون كما قبلها. نعم. بالتالي محاولات نتنياهو إبعاد التخلص من اتفاق أوسلو المنتهي أصلا أو الميت أصلا،
ربما تكون في صالح الشعب الفلسطيني، لأن الثمن السياسي الذي على الاحتلال أن يدفعه سوف يكون كبير، خاصة وأن حجم التضحيات سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية كبير. لاحظنا عدد كبير من الشهداء في الضفة الغربية، الإصابات، الاقتحامات اليومية، محاولات إبعادها عن سياقها، عن جوهر القضية الفلسطينية، وهذا لن يتحقق، خاصة وأنه على وجه الخصوص مدينة الخليل كانت تعتبر أحد المناطق المهمة أو المدن المهمة التي يعني تقوم بالمقاومة الاحتلال. لكن خلال نعم السنوات الأخيرة الماضية ظهرت الصراعات العائلية الكبيرة في هذه المدينة، أبعدت بالإضافة إلى ملاحقة بعض النشطاء وغيرهم. هذه الأمور شكلت أو كان لها انعكاسات سلبية، لكن حالة الموجود في غزة الآن من شأنه أن يؤجج كافة المدن ويجعل عمليات التصعيد بشكل شبه يومي، ولا يكاد الاحتلال أن يسيطر عليها، ولا حتى نعم أستاذ إياد، السلطة نعم الفلسطينية التي فشلت أيضا طيب في دورها. أستاذ صلاح، أستاذ صلاح عفو في المقاطعة، ولكن أستاذ صلاح سنتوقف الآن مع فاصل قصير، ولكن دعني أنوه إلى السؤال الذي سأوجهه لحضرتكم. هناك عدد كبير من البريطانيين والأمريكيين خرجوا في تظاهرات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، سنناقش هذه النقطة معكم، ولكن مشاهدينا الكرام دعوني أنتقل إلى فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه التغطية المستمرة بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى. توقفت عند الأستاذ صلاح الدين العواودة وأجدد الترحيب بضيفي. أستاذ صلاح الدين، شهدت أغلب عواصم العالم تظاهرات تدعو وتطالب بوقف الحرب، أكبرها كان في واشنطن ولندن، ولكن كيف تقرأ خروج هذا العدد الكبير لا سيما في أكبر عاصمتين داعمتين للاحتلال؟ هل تعتقد أن هذه التظاهرات الكبيرة تشكل ضغطا على حكومات واشنطن ولندن؟ بالتأكيد تشكل ضغوط، ولكن حتى نكون موضوعيين وواقعيين، لا يتوقع تغيير سياسات بريطانيا والولايات المتحدة تحديدا في المدى القريب، لكن هناك تغيرات عميقة تجري مشهودة ويمكن مراقبتها وملاحظتها في داخل هذه المجتمعات البريطانية والأمريكية وعموما في غرب أوروبا، وهي الدول الداعمة والراعية للمشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني. هذه التغيرات في النهاية ستثمر في تغيير سياسات، يعني كما بدأت المظاهرات لإخراج الولايات المتحدة من فيتنام وأثمرت في النهاية انسحاب الولايات المتحدة، ستثمر هذه المظاهرات أيضا كما أثمرت نضالات الشعب الجنوب أفريقي والمؤيدين له في العالم إنهاء نظام الأبرتهايد والنظام العنصري في بداية التسعينات أيضا من القرن الماضي بعد عقود من نظام الفصل العنصري، أيضا سنصل في النهاية إلى هذه النتيجة. يعني لن نكون يعني حالمين ونقول أننا في يوم وليلة سنجد قرارات عادلة من غرب أوروبا، من بريطانيا ومن أمريكا، قرارات عادلة تجاه القضية الفلسطينية. فالصراع بيننا وبين الغرب عميق جدا وأعقد بكثير من مسألة جنوب أفريقيا، لكنها مؤشرات إيجابية ومؤشرات حقيقية على تغيرات ستؤدي في النهاية إلى تغيير سياسات. أيضا إجرام الاحتلال لم يعد يعني من المحتمل، الاحتلال الذي صور للغرب والشعوب البسيطة، نعم، ليس للأنظمة العنصرية في الغرب فهي تعرف جيدا، لكن هو صور للبسطاء في العالم بأنه كيان ديمقراطي وأن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال في ظروف أحسن من تلك التي يعيشها نظراؤهم وإخوانهم من الشعوب العربية تحت حكم الأنظمة العربية القمعية المجرمة.
التي ارتكبت المجازر والإبادة ضد شعوبها في العقد الأخير خصوصا. لذلك الآن ينكشف وجه هذا الاحتلال من خلال الإجرام في قطاع غزة، الإجرام في الضفة الغربية، الإجرام في القدس، والتصوير ينقل كل هذه الجرائم. لذلك من الطبيعي جدا أن تقود دولة كجنوب أفريقيا عانت من هذا الإجرام من الفصل العنصري تقود حربا قضائية ضد هذا الكيان، ومن الطبيعي جدا أن يخرج أحرار العالم ويقولوا كلمتهم في كل عواصم العالم وليس فقط في لندن وواشنطن. وبالتالي التطورات هنا ليست لصالح الاحتلال، لكن أيضا هذا يعني أن الضريبة التي سيدفعها الفلسطينيون ضريبة مكلفة عالية جدا، وهناك أشهر وسنوات طويلة أمام الفلسطينيين من الصمود والتضحية، ولا سيما أمام المقاومة الفلسطينية. طيب، لذلك سيرتكب أكثر إجرام الاحتلال، أكثر جرائم، كل ما توعد به من دمار حتى القنبلة النووية متوقع في هذا الصراع. أستاذ إياد، نتوقف معكم عند محكمة العدل الدولية التي أنهت جلسات الاستماع في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا، ولكن أستميحك عذرا، دعني أنتقل إلى جنين حيث تنضم إلينا من هناك الصحفية الفلسطينية ليلى حمارشة. أستاذة ليلى، مرحبا بكم. حياكم الله. أستاذة ليلى، مقتل صبيين من سكان مخيم الجلزون وسكان بيرزيت على يد بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما، هل تتوفر لديك معلومات أكثر عن هذا الحادث وأسبابه ومتى حدث وكيف؟ أستاذة ليلى؟ بالفعل، يعني قبل أن أبدأ بالخبر استميحك عذرا بأن نتحدث عن عملية نوعية قبل ساعتين تقريبا تم تنفيذها في رعنانة وسط مدينة تل أبيب في الداخل الفلسطيني المحتل، وهذه العملية التي أثرت مقتل صهيونية وإصابة 4 بجروح خطيرة و9 آخرين بجروح متوسطة في عملية مزدوجة، بمعنى آخر عملية طعن ودحس في هذه المدينة. وقوات الاحتلال فورا قامت ب تعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة، قامت باعتقال أحد المشتبهين بتنفيذ العملية، ومشتبه آخر تم إلقاء القبض عليه فيما بعد، وهما فلسطينيان من بني معين في قضاء مدينة الخليل، تم اعتقالهم بعد تنفيذ فعلي هذه العملية النوعية داخل الكيان الفلسطيني المحتل، الذي يعتبر أو يعني يعتبر الإسرائيليون بأنه محصن، لكن بالرغم من الإجراءات العسكرية المشددة المحيطة في هذه المنطقة إلا أن هؤلاء الشبان الفلسطينيون يتمكنون من تنفيذ عمليات نوعية في وسط الكيان. أما في يعني بالنسبة لما أشرت له عن الشهيدان والقتلان الذين التقيا مساء أمس الأحد، هما فعليا كانا برفقة بعضنا البعض عند الدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. الطفلان هما يبلغان من العمر 17 عاما و16 عاما، هما سليمان كنعان والآخر هو خالد إحمادات. قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار صوبهم ما أدى إلى إصابة الشاب أو الفتى سليمان بالرصاص الحي في منطقة القلب. مباشرة طواقم الإسعاف الفلسطيني التي كانت متواجدة في المنطقة قامت بنقله إلى المستشفى، لكن أعلن فعليا عن ارتقائه شهيدا. لكن الطفل الآخر حمادات، قوات الاحتلال قامت على الرغم من عملية اغتيال وإعدام قامت بعملية احتجاز للجثمان، وهذا يعتبر ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبع قوات الاحتلال منذ العام 2015، حيث تقوم قوات الاحتلال باحتجاز جثامين عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا سواء عند عملية إعدامهم ميدانيا في الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني المحتل بعد تنفيذهم لعمليات. أيضا أشير إلى أن الشهيدان وزارة التربية والتعليم كانت قد نعت الشهيدين في الصف الثاني عشر، طبعا هما من أو يعني يقطنون في بلدة بير زيت اليوم. تم تشيع سليمان كنعان وسط حالة من الغضب والسخط على جرائم الاحتلال وعملية الإعدامات الميدانية الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين. أيضا نتحدث أن
يعني بارتقاء الشابين يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من 500 شهيد منذ السادس من أكتوبر، حيث صعد الاحتلال سواء من عمليات الاعتقال ومن عمليات القتل وعمليات الاقتحامات المتتالية بشكل كبير لعموم الضفة الغربية المحتلة. وبالفعل نحن نتحدث بالأمس فقط كان هناك 5 فلسطينيين تم إعدامهم برصاص الاحتلال، 3 منهم بحسب وزارة الصحة الفلسطينية هم أطفال. اليوم قبل يعني نصف ساعة من الآن وزارة الصحة الفلسطينية أيضا أعلنت عن ارتقاء شهيدين آخرين خلال مواجهات اندلعت في بلدة دورة قضاء مدينة الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي نحن نتحدث عن ارتفاع وتيرة الاحتلال بعمليات قتل الممنهجة التي يتبعها ضد الفلسطينيين وضد كل ما يخص الفلسطينيين. أستاذ إياد، محكمة العدل الدولية أنهت جلسات الاستماع إلى في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا على الاحتلال، ولكن يعني مثل هكذا دعاوى قضائية هل تمثل ضغطا على الاحتلال أستاذ إياد؟ نعم أخي العزيز، إذا ما تحدثنا عن العد العكسي للحرب على قطاع غزة وتصورنا أو حاولنا التأمل في تاريخ نهاية هذه الحرب، ربما ضغط القانوني على الاحتلال يعد أحد الأدوات التي ممكن أن تدفع الاحتلال إلى هذا الاتجاه، خاصة وأن المحكمة هي هذه المحاكمة تعتبر محاكمة تاريخية بالدرجة الأولى، لأول مرة يقف الكيان الصهيوني أمام هكذا إدانة دولية بارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني. الأمر الآخر، إذا ما نجحت دعوة جنوب أفريقيا وتم تمريرها سوف تنتقل إلى مجلس الأمن بعد إجراء الكثير من التفصيلات والجلسات التفصيلية، ومعنى ذلك أن الإدارة الأمريكية سوف يكون عليها معارضة هذه القضية كما اعتدنا عليها سابقا، والدفاع عن الاحتلال الصهيوني، خاصة وأن الإدارة الأمريكية دائما تبدأ حروب يعني في الدولات الماضية دائما تدعم الاحتلال ثم تبدأ في نصائح توجيه النصائح ثم تبدأ في الضغط، حتى الآن الإدارة الأمريكية لم تضغط على الاحتلال، فإذا ما ذهبت الإدارة الأمريكية إلى خيار اتخاذ القرار الفيتو ضد قرار المحكمة في حال تمريره من خلال المحكمة، فبالتالي سوف تكون الإدارة الأمريكية أمام تعارض أو تقضي على النظام الدولي برمته، أو خاصة وأنه هذا النظام الدولي الذي أقيم بعد الحرب العالمية أو تطور بعد الحرب العالمية الثانية يقوم على العديد من المبادئ والأخلاقيات والديمقراطيات، ويعتقد أن الإدارة الأمريكية مستعدة للتضحية بكل ذلك، وأعتقد أن المجتمع الغربي أو الأطراف الغربية المختلفة منها ألمانيا التي دعمت الاحتلال داخل المحكمة، هؤلاء لا يفكرون بطبق النظام الدولي القائم، هؤلاء الآن مستعدين للتضحية بالنظام الدولي في سبيل الدفاع عن الاحتلال. أيضا حتى الرئيس الأمريكي بايدن يبدو أنه مستعد للتضحية بنفسه من أجل الدفاع عن الاحتلال، خاصة إذا ما تحدثنا أو إذا ما تطرقنا إلى استطلاعات الرأي التي أكدت أن بايدن حصل على أقل نسبة منذ 15 عاما على مستوى الاستطلاعات الرأي الأخير الذي أجري في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هذه المحكمة تعتبر أحد الأدوات أو الأعمدة الرئيسية التي من شأنها أن تضغط على الاحتلال، لأنها سوف تضع حلفاء الاحتلال وداعمين في الغرب أمام العالم أمام النظام الدولي وليس أمام دولة أخرى أو طرف آخر، لذلك رمزيتها كبيرة، الاحتلال يخشى منها، حتى نتنياهو قال أوصى العديد من الشخصيات السياسية أطراف حكومته بعدم الحديث عن الإبادة والهجوم على قطاع غزة في الإعلام، لأنه يدرك تماما أنه سوف يكون ملاحقا إذا ما تم تمرير هذه الدعوة فيما بعد إلى محكمة الجرائم الجنايات أو الجرائم الدولية، وهذه المحاكم من شأنها أن تلاحق القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وسوف تكون هذه القيادات ممنوعة من الخروج من إسرائيل أو الذهاب إلى دول تطبق كذا قرارات أو مشتركة أو لها عضويات فيها كذا مؤسسات دولية، بالتالي أعتقد أنها تعتبر واحدة من الأسباب التي يمكن أن تدفع إسرائيل أو تشكل ضغط عليها، خاصة وأنه الدعوة
لم تأتي من أطراف، ربما هذا الأمر سلبي ولكنه له وجه إيجابي آخر، أطراف إقليمية كنا نتوقع من الأطراف الإقليمية أن تلعب هذا الدور التاريخي، ويفترض أنها القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية، لكن أن تأتي الدعوة من دولة جنوب أفريقيا نعم هذا أمر مقدر ويدلل على أن هنالك شعوب حرة وهنالك حكومات واجهت نفس المصير الذي يواجهه الشعب الفلسطيني الآن وأدركت معنى الحرية. طيب لذلك نعم هذا الضغط من شأنه أن يلعب دور بشكل أو بآخر لإيقاف الحرب والتأثير على إسرائيل ودحض روايتها في المؤسسات الدولية. أستاذ صلاح الدين، لو أخذنا تصريح لعضو الكنيسة الإسرائيلي متان كهانا، صرح ويقول بأنه يجب التوجه إلى الصفقات، يقصد بذلك الهدن، إعادة المحتجزين، ويقول حتى لو كان الثمن مؤلما، هكذا وصف ما طرحه عضو الكنيسة الإسرائيلي. هذا الصوت يعلو على هذا النوع، على هذا النحو في تل أبيب أستاذ صلاح الدين. نعم، هناك العديد من الساسة في الكيان الصهيوني يفكرون بهذه الطريقة ويدفعون باتجاه صفقة وحتى باتجاه انتهاء الحرب، أو يعني حتى لو كان الثمن نهاية الحرب كما يقولون. أهالي الأسرى الموجودين بأيدي المقاومة وشريحة واسعة من المجتمع الجمهور الصهيوني داعمة لهم، وإضافة إلى عدد كبير من النخب والخبراء الأمنيين والعسكريين الذين يدركون بأن الاحتلال ذاهب في طريق بدون مخرج، يعني أو في نفق مظلم يتعلق بالعملية العسكرية في غزة، إضافة إلى ما يترتب عليها من أشياء بالنسبة لهم ليست أقل كارثية على مستوى العالم، على مستوى العالم، العلاقات مع العالم، العلاقات مع الإقليم، على مستوى التصعيد في المنطقة، تهديد مصالح الحلفاء في المنطقة. وبالتالي هم يعني يفكرون بصوت عالي ويطالبون بإنهاء هذه الحرب والخروج بأقل الخسائر حتى لا تكون الخسائر أكبر بكثير. لكن كما قلت لك في البداية، لديهم حكومة متطرفة، حكومة ترى بأن الاستمرار في الحرب بالنسبة لها هي مسألة وجود، وأنه بدون هذه الحرب وكما يقولون بدون الانتصار في هذه الحرب ستكون هناك كارثة ولن يستطيعوا العيش في الشرق الأوسط، وهذا يسوقونه بشكل كبير لدى الجمهور الصهيوني، لذلك يتخذونه كمبرر للاستمرار. أنا أعتقد أن وقف الحرب يعني سيكون نتيجة عوامل متعددة، لكن أهم عامل فيها أن الاحتلال يشعر بضغط خارجي كبير جدا لوقف الحرب، ولا سيما من الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تصل إلى هذه النقطة وإلى هذا القرار بعد تهديد حقيقي لمصالحها في المنطقة، وأعتقد أن مصالحها في المنطقة ستتضرر وستذهب إلى هذا الخيار. متى؟ أظن أنه ليس كثيرا يعني بعيدا عن الواقع، وهو المخرج الوحيد الذي سينقذ الكيان من المأزق الذي يعيشه، وسينقذ من نتنياهو تحديدا. ولكن يحتاج إلى أولا صمود المقاومة الشعبية الفلسطينية على الأرض من ناحية، ويحتاج إلى تعزيز حالات المقاومة في المنطقة أيضا، توسيع دائرة المقاومة بكل أشكالها السلمية والعسكرية، فكلها ضاغطة على الاحتلال وضاغطة على حلفائه. يعني اليوم هناك استهداف في بضيق باب المندب لسفينة بريطانية، نعم، لأنها متجهة إلى الكيان الصهيوني. هذه العمليات تؤثر على مستوى العالم، تعطيل تجارة في باب المندب، هذا حلم كل مواطن عربي كان يتحدث عن أنه كيف يعيش الكيان الصهيوني ونحن العالم العربي نسيطر على مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، ونسيطر على الثروات المائية وعلى قناة السويس، ونسيطر على الثروات طيب المائية. طيب أستاذ صلاح الدين، بقي لدينا دقائق معدودة، دعني أنتقل للأستاذة ليلى. أستاذة ليلى، قوات الاحتلال اقتحمت جامعة النجاح في نابلس، وأيضا رئيس الجامعة صرح بأن الاتصال انقطع مع أمن الجامعة والطلاب، هل تتوفر لديك معلومات عن ذلك؟
بالفعل يعني عدة آليات عسكرية عند الساعة 2:30 تقريبا من ليلة أمس كانت قد اقتحمت حرم جامعة النجاح الوطنية الواقعة في مدينة نابلس شمال الضفة. وهذه الآليات التي اقتحمت الجنود قاموا بتكسير أو خلع الباب الرئيسي لهذه الجامعة وقاموا بالاعتداء على بعض من عناصر وأمن الجامعة وتم نقلهم مباشرة إلى المستشفى. أيضا كان هناك اعتداء على بعض ممتلكات الجامعة وكذلك الأمر على ممتلكات من تم اعتقالهم، وهؤلاء هم طلبة يبلغ عددهم 25 طالبا كانوا قد اعتصموا داخل أسوار الجامعة منذ أسبوع أو أكثر أسبوع بهدف تحقيق مطالب نقابية بحتة إدارة الجامعة، لكن إدارة الجامعة تعنتت لهذه المطالب. وبالتالي كان محمد سلامة رئيس مجلس اتحاد الطلبة قاد حمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن حياته ورفاقه في المعتصمين إلى إدارة الجامعة في حال تم اعتقالهم، لأنه عملية الاعتقال كانت يعني ممكنة ومحتملة في ظل ما نشهد في عموم الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات متتالية واعتداءات على الأسرى المحررين وعمليات الاعتقال لهم. إذن قوات الاحتلال قامت باعتقالهم علما بأن هذا الاقتحام هو الاقتحام الأول بعد أن حاصر الاحتلال هذه الجامعة في عام 1992. فعليا كما قلت أن قوات الاحتلال قامت بمداهمة هذا المكان وقامت باعتقالهم. هناك في هذه اللحظات القليلة هناك أخبار تتوارد أن الاحتلال أفرج عن 16 منهم وأبقى على العدد الآخر عند حاجز عورتة إلى الجنوب من مدينة نابلس، علما بأن هذه المدينة تعرضت الليلة الماضية لاقتحام من قبل الاحتلال والمستوطنين، وكان هناك مهاجمة لأحد المركبات المواطنين في بلدة بورين قضاء المدينة. كذلك الأمر عصر هذا اليوم كان هناك اقتحام مماثل للمدينة عند حي المخفية واعتقال أحد الشبان وإصابة 4 مواطنين خلال مواجهات اندلعت ما بين قوات الاحتلال المقتحمة وأيضا الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا الدوريات بالحجارة وتصدوا لمثل هذا الاقتحام. طيب. علما بأن الاحتلال أيضا اعتقل منذ أمس حتى هذا اليوم 55 مواطن على الأقل بحسب نادي الأسير الفلسطيني، وبالتالي نحن نتحدث عن ارتفاع أعداد الأسرى التي بلغت حتى اللحظة إلى 5930 أسيرا من بينهم أسرى من قطاع غزة تم اعتقالهم، سواء النساء وحتى الرجال تم اعتقالهم نتيجة العدوان الغاشم المتواصل على قطاع غزة، وهم الآن في أماكن متفرقة. وكل ما نعلم عن هؤلاء الأسرى هم فقط من الشهادات الحية الصادمة التي تخرج من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم في الآونة الأخيرة. نعم، لأن الاحتلال يعني يتحرز وكل شيء ممنوع من النشر، وهناك صارخ على أو داخل سجون الاحتلال يتم ممارستها من قبل الإدارة والسجانين. أستاذ إياد، بعد أكثر من 100 يوم على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، هناك من يقول أن الاحتلال وداعميه من الغرب يعني ما زالوا قادرين على تنفيذ أهدافهم بشل وإضعاف المقاومة الفلسطينية وقدرات المقاومة الفلسطينية، كيف يمكن الرد على ذلك؟ بكل تأكيد يعني نحن لا نستطيع أن نقول أن المقاومة لم تتعرض إلى الكثير من الخسائر، وهذا أيضا حال جيش الاحتلال في قطاع غزة. فمن الطبيعي نحن نتحدث عن يعني ربما أكثر من 15 لواء من الجيش الاحتلال عملت في غزة خلال 100 يوم، إضافة إلى أن المقاومة فقدت الكثير والخسائر الكثيرة فيما يتعلق بأنفاق ربما صواريخ. هذا طبيعي لأننا نتحدث عن أقوى أو كما يقال أقوى جيش في المنطقة، وهجوم ودعم دولي كبير لجيش الاحتلال. لكن في تصوري أن المقاومة ما زالت حتى هذه اللحظة قادرة على إدارة المعركة، وفي نفس الوقت قادرة على عدم تقديم أي تنازل سياسي. يعني حتى هذه اللحظة وحتى أمس تحدث المتحدث العسكري باسم كتاب القسام
أبو عبيدة وقال بصريح العبارة: نحن متمسكين وما زلنا بوقف إطلاق النار بشكل كامل، ثم الحديث عن أي صفقات تتعلق بالأسرى وغيرها وما دون ذلك، ويعتبر بعيد عن تطلعاتنا كمقاومة في قطاع غزة. وهذا وحده يؤكد على أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ما زالت تعجز الاحتلال وتجعله عاجزا أمام إدارتها للمعركة وقدرتها على توجيه الخسائر، خاصة وأن طبيعة المواجهة في قطاع غزة ليست مواجهة متناظرة، بمعنى أننا نتحدث عن قوة كبيرة للاحتلال وقوة بالتأكيد أضعف بالنسبة للمقاومة، وبالتالي المقاومة يعني تعمل على إجراء حرب استنزاف مع الاحتلال، بمعنى كلما تطور الأمر كلما حاول الاحتلال التوغل في مناطق ومدن وأحياء فلسطينية في قطاع غزة كان هنالك استنزاف كبير في صفوفه وفي آلياته، وهذا ما لم يكن يتوقع الاحتلال. وأنا أعتقد أن الاحتلال لم يكن يتوقع، ولا حتى الشعب الفلسطيني نفسه كان يتوقع ما تمتلكه المقاومة من قدرات. وقد الساعات الأخيرة أيضا شهدت خروج العديد من الصواريخ الموجهة إلى تل أبيب وإلى أسدود وإلى مناطق مختلفة، وهذا يدلل على أن المقاومة ما تزال قادرة على إدارة المعركة. في ختام هذه التغطية مشاهدينا الكرام نتقدم بالشكر الجزيل، كان معنا عبر سكايب من اسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، شكرا جزيلا لكم أستاذ صلاح. وكان معنا عبر سكايب من اسطنبول الباحث في مركز أبعاد للدراسات إياد جبر، شكرا جزيلا أستاذ إياد. وكانت معنا عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية ليلى حمارشة، شكرا جزيلا أستاذة ليلى. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.